واقع. هو في جزء من كلامه عشان برضه ابقى اكمل معاك نقاش، قال ان هو من منطلق بقى المساواه، وان المراه ممكن في مصر تبقى رئيسه وزراء، وان المساواه والمراه نزلت سوق العمل، ليه بنجتزئ في الجزئيه دي وما نسمحش؟ ده منطقي طبعا. لما تنزل يا فندم تشتغل وتشتغل رئيس وزراء وتشتغل رئيس المريخ، حد عنده اعتراض؟ انا ما عنديش اعتراض. ايه علاقه ده برضه انها تاخد في الميراث نصيب مش بتاعها؟ ثم السؤال، هو احنا ليه بنصور للناس او للعالم ان المرأة في الاسلام الميراث بتاعها على طول لو اقل من الراجل؟ احنا ليه ما عندناش امانة؟ ليه ما عندناش امانة علمية نوضح للناس ان في عندنا في الميراث هم اربع حالات بس اللي بتاخد فيهم المرأة نصف الرجل؟ ولو عدت عد لحضرتك الحالات مش هنخلص، بس هنحاول. مثلا الحالة الاولى الزوج والزوجة لو في اولاد الربع والنص. الحالة التانية الام والاب لو ما فيش اولاد تلتين وتلت. الحالة التالتة الابن الصلبي والبنت الصلبية، الصلبي اللي هو من صلب الراجل على طول، مش ابن ابن او بنت ابن يعني مش حفيد، الابن الصلبي والبنت الصلبية للذكر مثل حظ الانثيين. الحالة الرابعة الاخ الشقيق والاخت الشقيق، ادي اربع حالات. طب هل بحثنا في المواريث ووجدنا ان كل المواريث في الفقه الاسلامي بتزدري المرأة كما يريدون ان يقولوا؟ هو عايز يقول لك ان الدين او الفقه اللي عندنا ده او الايات دي مش عملية. طب لما هي مش عملية اصلا ربنا نزلها ليه؟ لما هي فيها ازدراء واحتقار زي ما هو بيفكر هو او غيره، ربنا هينزلها ليه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى اللي قال يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى، ما كانش عارف يعني اللي قاله الاخ الكريم ده المذيع او غيره؟ كانت غايبة عن ربنا الحتة دي؟ حاشا لله طبعا. راحت من دماغه واحنا فكرنا بيها بعد 1400 سنة؟ طيب هو احنا دورنا في كل حالات المواريث ما لقيناش ابدا حالة بتاخد فيها الست زي الراجل؟ ولا حالة واحدة؟ لو كان عندنا المواريث كلها يا سيدي الكريم الست دايما تاخد اقل من الراجل، يبقى مع حق، يكون مع الملحدين كمان حق ان الاسلام بيزدري المرأة. لكن لما نلاقي ان انا عندي في المواريث ان ده مش خط مش تراك احنا ماشيين عليه، في عندي حالات زي ما بتاخد النص بتاخد زي بالظبط، مفيش توصيف الحاله بيختلف طبعا. مثال بسيط مثال بسيط، اب وام، واحد مات وساب عياله وساب ابوه وامه، ابوه هياخد ايه؟ السدس. وامه هتاخد ايه؟ السدس. الاثنين في نفس الدرجه، الاثنين نفس جهه القرابه، الاثنين نفس كل شيء. حاله ثانيه لو واحد مات وساب اخوه لام واخوات لام ذكور واناث واناث، الجميع هياخد كلهم هيكونوا شركاء، النسب متساويه للذكر مثل حظ الانثى. حاله رقم ثلاثه لو واحد مات او واحده ماتت او واحد ساب ام وترك زوجا ابا، الاثنين هياخدوا زي بعض، الاثنين هياخدوا زي بعض. طيب لو واحده ماتت وسابت جوزها، خلي بال حضرتك، وما عندهاش ولاد وسابت اختها، لو الاسلام بقى بيزدري المراه زي ما هم بيقولوا يبقى الفلوس تروح لمين كلها؟ لجوزها. جوزها بقى اختها مالهاش علاقه. ده انت انثى، انت تحت اللي عزك الله البلاط مالكيش لازمه. لا، بتاخد نص الميراث والزوج بياخد النص. طب يعني ده كله بيأكد دكتور عبد الله برضه، خليني يعني اكمل مع حضرتك، ان الفكره مش فكره ان انت تيجي تقول لي كلمه المساواه، لان ربنا من فوق سبع سماوات هو كان ادرى بخلقه وعباده سواء كان ذكر او انثى في كلمه العداله والمساواه. فكره المساواه بشكل عام ما ينفعش ان انت تيجي تتناقش بيها في نص قراني. الدكتور عبد الله رشدي توصيفه لفكره المساواه بشكل عام ما بين الرجل والمرأة شايفها ازاي؟ أقول لحضرتك بقى. اتفضل. الآيات اللي فيها اللي هي للذكر مثل حظ الأنثى هم أربع حالات اللي قلناهم. ليه يا فندم؟ علشان في عندنا في الشرع الإسلامي، الإسلام جعل الرجل مسؤولا من المرأة، وجعل المرأة مسؤولة من الرجل، يعني أنا باخد حضرتك الضعف النصيب بتاعها وأنا مسؤول أنفق على زوجة أو على بنت أو على أخت أو على أم، ده واجب عليا شرعا. هي بتاخد نص النصيب بتاعي والشرع بيقول لها حطيه في البنك او شغليه، انت لست مسؤوله
عن الانفاق عن اي شيء موجود على وجه الارض. انت حضرتك جوزك يجيب لك اللي هو عايزه، انت مش مسؤوله تنفقي على زوج ولا على اب ولا على ابن ولا على اخ. القضيه يا فندم هي توزيع الانصبه وفقا للعبء المالي المرتب على كاهل كل جنس من الجنسين في الحياه. يعني اقول لحضرتك مثال، حضرتك عندك في البيت زوجه واولاد مطالب تنفق عليهم. طيب هل ينفع نيجي في الشارع كده مساله اقول لك هل ينفع الواحد ينفق من زكاه ماله؟ عندي زكاه مالي، انا راجل مليونير، فعندي زكاه مالي مثلا 50,000 جنيه، ينفع اخدها واصرفها على عيالي ومراتي واقول ما هو دول اولى من الغريب؟ لا ما ينفعش. طيب خلي بالك ليه؟ لان انا ملزم وجوبا بالانفاق عليهم. تعال نقلب الصوره. انا راجل على قد حالي، مراتي مليارديره، خلي بال حضرتك عندها زكاه مال 2 مليون جنيه، وانا على الحديده في البيت ومش لاقي شغل ومش لاقي اوكلها ولا هي ولا العيال، تعمل ايه؟ هل الشرع بيقول لها ان انت مطالبه انك تنفقي من مالك على زوجك؟ لا، الشرع بيقول لها قدامك حل من اتنين، يا تتصدقي عليه، تتصدق، بينما هو ما ينفعش يتصدق عليه، ليه؟ لانه ملزم بالنفقه عليها، انما هي عشان مش ملزمه فينفع تديله صدقه. طب هي قالت لا انا هطلع الصدقات بتاعتي لاي حد غلبان بر، مش مديه جوزي، ماليش مزاج اديه. الشرع يقول لها ايه؟ طب ممكن تعملي حاجه تانية. بتصرفوا كام في الشهر؟ 10,000 جنيه، في السنه ب 120,000 جنيه، هتسلفي جوزك 120,000 جنيه ياخدهم يصرف عليك انت والعيال. ولما ربنا يكرمه يبقى ال 120,000 جنيه او وات ايفر المبلغ ده دين في ذمته يسدده لك. اذا يا فندم الزوجه عندي او المراه في الاسلام ما فيش عليها عبء مالي. ده اللي هم مش قادرين يفهموه. ده كلام محترم جدا. خدوا بالكم اعزائي المشاهدين، عايز اقول لكم